ناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، وقد شهدت الجلسة جدلا ومشادات كلامية بين عدد من النواب ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور حول عدة بنود من مشروع القانون. المزيد في التقرير التالي. جلسة نيابية صاخبة بدأت بهجوم النائب يحيى سعود على المجلس، وذلك لتحويلهم الجلسة من رقابية إلى تشريعية، مطلقا أوصافا على نفسه وعلى بعض أعضاء مجلس النواب، وقال إن المجلس لا يراقب أداء الحكومة ولا حتى يقوم بالتشريع. اجلس محلك وعلى قولك اجلس بس. انتوا حالكم، احنا بنراقب، احنا ما بنراقب. يا زميل يحيى، احنا ما بنراقب نحكي. زميل يحيى، احنا بنشرع من 6 سنين ما ناقشنا سؤال نيابي. بدأت الجلسة بما كان مقررا لها، وهو مناقشة قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي يضم العديد من النقاط الجدلية التي أحدثت لغطا تحت القبة واتهامات للحكومة من قبل بعض النواب. وأهم تلك المناقشات تتمثل في طلب بعض النواب برد القانون إلى اللجنة القانونية، وأخرى بإضافة الجامعات والمؤسسات غير الرسمية للقانون. أما النائب محمود الخرابشة وصف الهيئة بأنها تهتم في أمور جزئية وصغيرة لا تذكر، وأهم ما تم إقراره في القانون رفض السماح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تفتح لها فروعا في أي من محافظات المملكة. هذا القرار لاقى اعتراضا من قبل بعض النواب. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور في مداخلة له قال إن القانون لم يتطرق لمحاسبة الوزراء، والقانون لم يوضح أي آلية لمحاسبة الوزير الذي يمثل الإدارة العامة، وأيضا لم يوضح أي تعاون مع وزارة العدل أو الجسم القضائي. هي خاضعة لرقابة مجلس النواب، شأنها شأن كل وزارة وكل هيئة وكل مجلس وكل مؤسسة. أموال غير المنقولة كالأبنية تملكها الحكومة لاستعمال هيئة أو مؤسسة، فهي ليست ملك الهيئة إلى الأبد، لأن الهيئة قد تذهب وقد تلغى، لكن بده يصير التشريعات أنه هي تكون مملوكة للحكومة لاستعمال هذه المؤسسة، فرح يجي كل التشريعات بعد اليوم بهذا الشكل. وفاء بني مصطفى التي وجهت اتهاما للوزراء بأن هنالك عددا منهم يملك جنسيات أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا للدستور، وجاء ذلك خلال مناقشة المادة التي تتعلق بجنسيات أعضاء الهيئة، ما اضطر رئيس الوزراء للرد. تعلم سعادة النائب المحترمة أن العقوبة مغلظة غليظة جدا على هذا، والتستر أو السكت أو المعرفة والصمت هو شراكة في الجريمة أخلاقيا وقانونيا، فمن عنده معلومات يزودنا فيها، ليس من قبيل التحدي، لأنه لا يمكن ولا بحال من الأحوال أن يخطر في بالي أن وزراء يخالفون الدستور. هند الفايز بدورها ادعت بأن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور يحمل الجنسية الكندية، متسائلة عن الطريقة التي يمكن للنائب أن يسلكها من أجل معرفة الوزراء الذين يملكون جنسيات غير أردنية. جلسة نيابية شهدت العديد من التجاذبات، وخصوصا بشأن قانون النزاهة الذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تعمل على محاسبة الفساد والمفسدين، والذي يراه بعض المراقبين بأننا أحوج ما نكون إليه من أجل لجم من يعبث بمقدرات الوطن. جورج برهم، رؤية.